أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة. سعيد بلقائكم، كل الدعم لكم، الدعم ده وجهدكم احنا محتاجينه، نجاحكم احنا محتاجينه وزياده. انا بكلمكم النهارده في البدايه ديت، انا عارف طبعا رجال الاعمال دايما والمستثمرين يعني بيفكروا طبعا في اشغالهم، وانا معاهم ومصر محتاجه. احنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي ان الدوله قادره على الانطلاق بجد، قادره على الانطلاق بجد. يبقى تبقى ايه؟ ان احنا كدولة معاكم، او ان احنا واثقين فيكم جدا، وده برضو كلام مش معنوي. طب احنا محتاجين ان احنا ندعم ده؟ طبعا. نشجعه؟ ايوه. نكبره؟ ايوه. احنا مركب واحدة ونحقق توازن في الطرح، لكن ما يبقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل، وده امر احنا نسمعه، ولكن ايضا افكار لحلول مسائل. طب مصر فيها فرصة؟ طبعا مصر فيها فرصة. طبعا مصر عندها فرصة للنمو، ايوه. وسط كل اللي احنا فيه ده، صحيح المشكلة بتاعت كورونا والأزمة الروسية وتأثيرها، برضو بقول تاني، برضو هنعبرها او هنعديها. فبلد زي مصر فيها فرص نجاح هائلة، باللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لها وجهزنا لكم، مش بنية تشريحية فقط، ولكن أنا عايز أقول خلال سنتين يعني إحنا هنكون مواني مصر، مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر. وأنا لا أبالغ، واللي يعرف ويشوف إحنا بنعمل حاجتنا إزاي يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان خمس سنين، لا، آخر السنة الجاية يا دكتور مصطفى، لا مش كده، أبو قير ودمياط وإسكندرية والسخنة وجرجوب خلصت وبرنيس خلصت، المواني درجة أولى، ثم شبكة الطرق. الخلاصة يعني إن السوق المصري سوق كبير، إحنا حريصين على إن إحنا أنتم يعني تنموا وتكبروا أكتر، مش أنتم بس، وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كان الكلام خلال الشهور يمكن السنين اللي فاتت اتكلموا، قالوا حجم الاقتصاد الخاص، وانا بقول 75% من اقتصاد مصر في ايد القطاع الخاص مش قطاع الدوله. وبالمناسبه وانا الكلام ده قلته قبل كده وبقوله لكم تاني، وقولوا عني لكل الاشقاء رجال الاعمال، احنا عايزين رجال الاعمال تدخل اكتر في الاقتصاد بتاع الايه؟ الدوله بجد. طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضه هيبقى فرصه ان احنا يبقى في نقاش اكتر من كده وكلام اعمق من كده من الناحيتين، من جانب المسؤولين ومن جانب رجال الاعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع دوت، ونطرح حلول ونطرح مسار ممكن يبقى ده خريطه عمل ان شاء الله في نهايه المؤتمر. فانا برحب بيكم، اهلا وسهلا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.